السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه ديدو صمدي. حنا ان شاء الله نقدموا واحد موضوع ديال ما هي الشهور، شهور السنه التي يمكن فيها تحصين الارانب. دا كما كنعرفوا يعني بالنسبه للمبتدئين كل شيء كيخاف من هذه القضيه ديال التحصين، يعني ملي كيسمع التحصين كيقول بلي راه كاين شي حاجه مع اسمه هو التحصين ديال العام كامل، شنو هو الامراض، شنو هما. بالنسبه للتحصين راه ساهل ماهل، يعني بالنسبه للطريقه ديال التربيه ديال الارانب الواحد ما يخافش. يعني كل مبتدئ، انا كننصح كل مبتدئ انه يتبع فيديوهات في هذه القناه او في قنوات اخرى ويشوف شنو هو التحصين. التحصين عموما راه كاين جوج ديال الانواع ديال التحصين. التحصين ضد التسمم الدموي، والتحصين ضد التسمم المعوي. التسمم الدموي هو الشائع، يعني هو اللي كيمرضوا به الارانب بزاف. يعني ملي كيموت الارنب الله يحفظ كيسيلوا الدم من نيفو. اما بالنسبه للتسمم المعوي هذاك معروف، كيكون عنده الارنب يعني كيبقى يجري في واحد الجهه كانه خائف من 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 شيء ما، وتا كيطيح يعني قدام كيطيح. كاين نوع اخر كيسيلوا الماء من 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 اللور ديالو. اذا شنو هو الانواع ديال التحصين وسمو هما الشهور اللي ممكن اننا نحصنوا فيها؟ كاين ثلاثه ديال لا 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 الشهور اللي هي اللي كيكون فيها الامراض. خص اي مربي ديال الارانب يكون على بال بهاد القضيه ديال الشهور اللي كيكون فيها لا 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 الامراض. اذا اول شهر هو شهر 3، تابعوا شهر 6 وتابعوا شهر 9. اذا عقلوا معايا اخوان، كاين شهر 3 و 6 و 9، هادو كيكون فيهم الامراض بزاف، واغلبيه كيكون فيهم امراض ديال التسمم الدموي. يعني هذاك الشيء كيكون في يعني في الجو، ما يمكنش ماشي حنايا قضيه ديال التنظيف او نقولوا جراب او لا، هذوك ولا كوكسيديا، يعني كوكسيديا او الكلورسيديا، لا هذاك الشيء كلشي امراض هذيك كتجي في الحين، يعني من اخطاء ديال المربي. اما بالنسبه لهاد الشهور ديال شهر 3 وشهر 6 وشهر 9، هادو كتجي فيهم واحد الامراض يعني فيروسيه ما يمكنش حنايا نشوفوها بالعين، او نكونوا حنايا اللي خطانا باش 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 درنا هذاك 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 المرض، لا. بالنسبه للاسماء ديال الادويه معروفه، يعني كاين كونيبرافاك. كونيبرافاك هو ابره ديال التسمم الدموي، كتضرب فوق العنقره، يعني كتجبد اللحم وكتضربها تحت الجلد، يعني فوق العنقره، يعني فوق العنق. كاين التسمم الدموي هو هذا. كاين تسمم معوي، الناس اللي بغاو يضربوا ليبرا كاين سميتها سيفافاكس. سيفافاكس الناس اللي بغاو يديروا السيرو حتى هو رخيص في الثمن، راه ديما كنهضر عليه هيباغينول، هضر عاد ولا متاح في الصيدليات، وراه كلشي المربين استعملوه وراه داير بحالو بحال تي بي اس تيغي تي ام بي تيغي اس. تي ام بي تيغي اس هذاك دواء، يعني ملي كتشوفوا الارانب ديالكم بداو يمرضوا من الكرش ديالهم، الناس اللي كيعطيو الاشياء الخضراء كديروا هذاك تي ام بي تيغي اس. اما التحصين هيباغينول، هيباغينول كتبدا بي اش هيباغينول. الناس اللي محترفين راه كيديروا هاد الادويه، الناس المبتدئين ما يخافوش يقولوا باللي راه كاين شي انواع اخرى من الادويه، ولا راه هادو هما الادويه المتاحه اللي كاينه في السوق، يعني بالنسبه في المغرب هذا هو الادويه اللي كاينين. بالنسبه للمصريين او سوريا او الخليج يقدر يكون عندهم ادويه اخرى، ولكن نفس التركيب. هما عاد بالنسبه للمصريين عندهم القضيه ديال ماشي ادويه وانما الاشياء ديال الخصوبه، يعني معادن بحال ثنائي فوسفات الصوديوم، ثنائي
فوسفات الكالسيوم هادو بالنسبه للخصوبه اللي كتكون هي داخله في المكونات ديال السيكاليم. نتوما بالنسبه كمبتدئين ما ديرونجوش راسكم بهاد الاسماء كامله. كاين جوج ديال الادويه اللي هي عباره عن ابره كتضرب من سنه لسنه، هي كونيبرافاك. وكاين بالنسبه للتسمم المعوي كاين هيباغينول. هادو جوج ادويه دابا حاليا راه ما تنساوش ان شهر 3 قرب، يعني في بالنسبه للابره ديال كونيبرافاك راها ملي كتضرب كتبقى 15 يوم عاد باش كتشد عاد كيبان الفعاليه ديالها. يعني الناس اللي ما ضربوهاش في الشهر 3 تسناو حتى شهر 3 وعاد ضربوها، راها خاصها تكون في شهر 2 في النص ديالو باش بحرها تشد في شهر 3. لان شهر 3 راه كيوقعوا هاد الانواع ديال الامراض ديال التسمم الدموي وكذلك التسمم المعوي. التسمم المعوي حاولوا انكم خلفها بحال هذه صافي يديروا لها تقضيه ديال التسمم المعوي. ممكن انكم مره تعطيهم اشياء خضراء قشور، يعني باش ديبانيو ما تبقاوش غير السيكاليم، لان السيكاليم راه غالي شويه في الثمن. ممكن انكم تخلطوا لهم شويه بالخضرات، شويه بالقشور ديال الخضار، شويه ديال النباتات الخضراء هيبارينول، والقضيه تكون مزيانه ان شاء الله. اذا هذا هو الحلقه ديالنا ديال هذا النهار، يعني الشهور التي تكون فيها الامراض بالنسبه للارانب، شهر 3 و6 و9. شهر 3 و6 و9 حضيو حصنوا الارانب ديالكم باش منين توصلوا لهاد، يعني منين يكون عندكم كثره الولاده الانتاج، ماشي تخليو حتى لواحد الوقت نتوما تبقاو غافلين وتقولوا بلي راه القضيه مزيانه وتا ذاك الوقت يبقى يموتوا لكم. حصنوا من دابا باش في هذاك الوقيته ما يموتوش الارانب ديالكم وتستافدوا منهم يكبروا بواحد الطريقه جيده وتستافدوا منهم كلحوم وكبيع. المهم يعني تحسوا براسكم انكم كتربيو ارانب وكتستافدوا منهم. اذا الحلقه ديالنا هي راه سهلات. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر جيم ما تنساوناش بزر جيم باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.